السلام عليكم عليكم السلام شيخ ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله. أحبكم في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له، تفضل. جزاك الله خيرا. أريد السؤال عن آية في القرآن الكريم. تفضل. اقرأها. جزاك الله خيرا. تفضل. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال ولولاج كمت لغيث أعجب الكفار. ما معنى الكفار في هذه الآية جزاك الله خيرا؟ بعض العلماء يقولون الكفار الذين بذروا البذرة وغطوها، الفلاحين، يأخذها من، ده قول من الأقوال. جزاك الله خيرا. وياكم.